بطلة كبيرة ولازم نسمعها. وهي الميدالية مش سهلة زي ما الناس فاكرين، والناس هجمت صحاب كتير وقعدوا يقولوا ان هم يعني ناس يعني اللي يعني ان هم مش مركزين وان هم ازاي خرجوا. بس يا جماعة ما حدش عارف هم ازاي وصلوا هناك. طبعا احنا بنلعب بطولات كتيرة قوي مؤهلة علشان نوصل للأولمبياد، والأولمبياد دي مش أي حد بيلعبها، وبيبقى حجم معين يعني عدد معين لكل لعبة. فإن كون إن هو يوصل بس الأولمبياد دي مش حاجة سهلة، وحاجة يعني بيبقى حاجة شرف لأي حد إن هو يوصل لهناك، ومحدش بيشوف كواليس اللعب ولا هو حصل له إيه ولا الإصابات اللي مر بيها ولا عالج نفسه إزاي ولا وصل للأولمبياد إزاي. فأتمنى ما حدش يعني يهاجم أصدقائي تاني، يعني إحنا ندعمهم علشان يعني يبقوا أحسن بعد كده، ما يبقاش حد طموحاته تتكسر ويقول لا خلاص مش هكمل، الناس كلها بتشتمني. وبس، شكراً.